عندك علاقة اون جينيرال بمجال ديال التعليم، كديري كونت سوتيان، مدير تربوي، حارس عام، ادوكاتريس، ادوكاتريس سبيسياليزي، استاذ في الاعدادي في الثانوي. ايضا عندك ابناء بغيتي تحسن من المستوى ديالهم. اول مره في المغرب ان ديبلوم دولي خاص بالتدريب المدرسي والكوتشينغ سكولار. ملي كتاخذ هذا الدبلوم هذا كتمكن انك دير دي فورماسيون انديفيديوال او دي كونسلطاسيون انديفيديوال، تقدر دير لاكومبانيمون، تقدر دير التوجيه، وايضا تقدر تخدم في الكوتشينغ بارونتال مع الاباء والامهات، تقدر تخدم مع مؤسسات، تفتح مكتب ديال الاستشارات خاص بك، تخدم ترسم مع مؤسسه ككوتش مدرسي، تقدر تخدم مع مجموعه المؤسسات، دير شراكات ومجموعه ديال الامتيازات اللي كاينه في الدبلوم دو كوتشينغ سكولار. كونوا معنا في الحصه الاولى المجانيه نهار الجمعه مع 8 باش تعرفوا على البروغرام وتعرفوا على الخبايا واسرار الكوتشينغ سكولير وما مدى طلب ديال الكوتشينغ سكولير في المارشي المغربي، لانهم مطلوب بشكل كبير جدا. اذا كونوا معنا في نهار الجمعه مع 8 باش تعرفوا على البرنامج ديالنا وعلى المهنه ديال كوتش سكولير.